طيب يا جماعة، يبقى احنا كده قلنا لو انيشيال واكتف ليجن بنعمل له ايه؟ لو انيشيال، لو لسه بادئ تسوس في البيتن ديفيشر نعمل له ايه؟ لسه بادئ. انيشيال يعني لسه بادئ، لسه ما خرمش السن، لسه ما هدمش السن، لسه ما دمرش السن، يبقى نعمل له ايه؟ بنعمل له ايه؟ بنعدل له الوضع بتاعه، ندي له فلورايد، نعدل له الوضع بتاعه ونعمل له امبروف للاورال هيجين ميجر. طب ايه الحالات اللي احنا بنعمل فيها بيتا ديفيشر سيلنت؟ وخدوا بالكم الموضوع ده عشان بيجي في الاسئله كتير. ايه الحالات اللي احنا بنعمل فيها بيتا ديفيشر سيلنت؟ لما يكون انسيبيان كيرز ويكون في مريض مش هاي كيرز اندكس، مودريت كيرز اندكس، ويكون الريتنتيف فيشر تكون ديب، الفيشر تكون عميقة، الفيشر تكون نازلة لتحت، نازلة للأسفل، يبقى يكون المريض متوسط الفرصة للتسوس، يكون المكان يا إما لسه بادئ فيه تسوس أو يقول لك البلاك الفيشر بقت ستيند، بقت مسبوغة، فهو لسه فعليا ما فيش تسوس، لكن هتبتدي تسوس. خدوا بالكم يا جماعة عشان بتيجي في السيناريوهات والناس تفضل تقول نحط بيت اند فيشر سيلت ولا نحط ريستوريشن. لو عمل كافيتي، لو قال لك فعليا كده في كافيتي، في حفرة، يبقى ده ريستوريشن. قال لك لسه بادئ، أو أنا حاسس إن هو هيعمل تسوس، او انا حاسس ان هو ممكن في فرصه كبيره للاصابه ان هو يعمل كيرز او يعمل تسوس، لا ساعتها بقى كده نبقى نعمل البيتن ديفيشر سيلت. وقلنا بنعمله بايه، او بنعمل له ايه؟ بنعمله بالفلوبل والجلاس اينومر. انهي احسن فيهم؟ فلوبل الكومبوزيت احسن. ليه؟ لان احنا قلنا الجلاس اينومر ده بيفك بسهوله، والمكان البيتن ديفيشر اللي بي بي بيتفك بيبقى اصعب واكتر في الاصابه بالتسوس اكتر من المكان الطبيعي او المكان العادي. طيب امال ايه هي البي ار ار اللي هي البريفنتيف ريزن ريستوريشن؟ خدوا بالكم برضو من الموضوع ده يا جماعه. البريفنتيف ريزن ريستوريشن هي ايه؟ لما يقول لك في جزء من الفيشر سوس وبقيه الاجزاء سليمه، يعني مثلا انا عندي الكيرس جه هنا كده، فانا مش هينفع اقوم منظف المكان ده وخلاص، طالما المكان ده سوس يبقى كل الاماكن دي هتسوس، فبقوم فاتح كل المكان وحاطط في كله حشو، يبقى انا كده عملت ايه؟ شلت التسوس وشلت المكان اللي ممكن يسوس بعد كده، فعملت بريفنتيف ريزن ريستوريشن. تمام؟ عملت بريفنتيف ريزن ريستوريشن. او لو المكان انا شايفه في فرصه في الاصابه فيه كبيره، او المريض مش بيعرف ينظفه بسهوله، ممكن نعمل له كحت فيه او نوسع له المكان، او نعمل له المكان نوسعه اللي هي الانامولو بلاستي، او بقى نتعامل بالطرق اللي هي بدون حفر، او بدون هاند بيس، او بدون كونترا، زي غاز الاوزون ده بيقتل البكتيريا، زي الاير ابريجن ان اقوم موجه هواء على السن يكحت السوسه، او ان احنا نشيل التسوس بطريقه كيميائيه. هيجي بيجي يسال كتير في الامتحان ايه اسم السائل اللي بيشيل التسوس كيميائيا؟ اسمه الكاريوسولف، اسمه الكاريوسولف. او بالليزر، الليزر اسمه ايه اللي بيشيل التسوس؟ الليزر اسمه ايه اللي بيشيل التسوس؟ ده هنربطه مع الجزء اللي احنا قلناه في السيرجري، مع الجزء اللي احنا قلناه في ايه؟ الواي اي جي ليزر، اللي هو الاي ار يج. ليه؟ لان احنا قلنا الوحيد، لما انا قلت لكم خدوا بالكم الوحيد اللي بيقطع في هارد تيشو، حاولوا يا جماعه تربطوا ما بين المواضيع وبعضها، حاولوا تربطوا ما بين المواضيع وبعضها، يعني ده كان موجود هناك. هيجي يقول لك بقى استخدم سي او 2 ولا استخدم ليزر عادي ولا استخدم الدياجودنت ولا استخدم اللي هو الان دي يج، لا هنستخدم الاي ار يج. ليه؟ لان ده كان الوحيد اللي بيشيل هارد تيشو او بيقدر يقطع في الهارد تيشو. او بنخش بالسمارت بير بريبريشن او السمارت بريبريشن بير، دي لو قعدت 10 سنين على السن مش هتقدر تشيل منه، ما بتقدرش تشيل غير التسوس بس، فدي امن واحسن وافضل يعني. طيب في السموث سيرفيس كيرز، السموث سيرفيس كيرز ده اللي هو بروكسيمال، يعني سموث سيرفيس كيرز يعني بروكسيمال يعني ميزيال وديستال. ده بيكون موجود في ايه؟ او بيكون موجود في الاسطح، يا ميزيال وديستال يا اما باكال ولينجو.
في 2 وفي 3 و 4 و 5 في كل الأسطح ما عدا 1 في كل ال... في كل الكلاسز ما عدا 1. طيب بنشوف البروكسيمال كيرز ازاي او بنشوف التسوس اللي هو في الجوانب ده بنشوفه ازاي؟ اكس راي دنتال فلوس كمان ممكن بالبايت وينج ممكن بيقوموا حاطين عارفين في بندات كده في حاجه اسمها سيباريتورز كده بيستخدموها بتوع التقويم بتاع مطاطيه كده قبل ما يقدروا يحطوا البند عشان يوسعوا المكان اسمها سيباريتورز بس دي طبعا حاجه عنيفه قوي يعني ان هم يستخدموا السيباريتورز دي عشان يوسعوا في السن ويشوفوا بس دي حاجه عنيفه او ممكن نستخدم الترانس الومينيشن اللي هو الفايبرو اوبتيك ترانس الومينيشن او ممكن نستخدم الليزر اللي هو بيشوف التسوس وهيجي يقول لك الليزر اللي بيعمل ديتكشن للتسوس هو مين الدياجو دنت. طيب ايه التحضيرات بتاعه البروكسيمال كيرز برضو دي خدوا بالكم منها الطريقه العاديه ان احنا نفتح اوكلوزال مع ميزيال او ديستال دي اسمها كونفنشنال ان انا افتح الميزيال لوحده او الديستال لوحده واسيب الاوكلوزال سطح الاوكلوزال زي ما هو دي اسمها البوكس دي اسمها البوكس او دي اسمها الصندوق ان احنا نفتح من تحت كده نعمل فتحه كده من تحت او نعمل فتحه من تحت دي اسمها التانل بريبريشن ان احنا نفتح من متخيلينها دي كده يا جماعه التانل دي متخيلينها التانل دي يا جماعه نفس اللي بنسويها في كلاس 3 لا 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 اللي بنسويها في كلاس 3 اللي هي السلوتس لا التانل دي ان انت تقوم خارم الميزيال كده ومن غير ما تاثر على المارجنال ريدج يعني تنزل نازله كده من فوق لتحت كده بالبير بس تعمل زي العمود كده من فوق لتحت يعني تعمل زي العمود كده وتسيب الجزء اللي هو هنا سليم والجزء اللي بعديها سليم يعني العاديه كده فاتح الاوكلوزال على البروكسيمال اللي بتيجي بروكسيمال لوحدها دي اسمها اللي هو البوكس او الصندوق اللي بتقوم خرمه من فوق كده لتحت او عامله خرم من فوق لتحت وسايب المارجنال ريدج كده سليم ما حصلوش اي حاجه دي اسمها التانل بريبريشن لو انت بقى جيت بقى بخرم كده من الباكل لللينجوال زي الخرم اللي من فوق لتحت بس جيته من الباكل لللينجوال دي اسمها السلوتس دي اسمها السلوتس طيب السؤال ده لسه جاي في امتحان قريب لو انا عندي حشوتين جنب بعض واحده تسوسين جنب بعض تسوس كبير وتسوس صغير انظف مين الاول الصغير ولا الكبير الكبير اول ويجي اذا انظف الكبير الاول ولما اجي احشي اعمل العكس احشي الصغير الاول خدوا بالكم السؤال ده لسه جاي في امتحان قريب لما يبقى عندنا اتنين تسوس جنب بعض في تسوس صغير عشان اقدر اخلي في مجال الرؤية بتاعت عيني عالي وكبير يبقى افتح الكبير عشان اقدر اشوف الصغيرة عشان يديني مجال رؤية واسع او مجال رؤية كويس لكن لما اجي اعمل لو انا حشيت الكبيرة هتقوم داخلة على مكان الصغيرة او مقصرة على مكان الصغيرة يبقى احشي الصغيرة الاول وبعدين الكبيرة الماتريكس بنستخدم الماتريكس اللي بنستخدمها في الكلاس 2 بيبقى اسمها ايه الماتريكس بتاعت كلاس 2 اسمها ايه التوفليماير ماتريكس اللي هي الحديد يعني التوفليماير دي اللي هي الحديد طيب بنحط العود الخشب اللي هو الويدج اللي هو عامل زي العود الخشب الصغير ده بنحطه من ناحيه البكل ولا من ناحيه اللينجوال من ناحية اللينجوال بنحطه من ناحية اللينجوال عشان ما يأثرش على الكونتور عشان ما يأثرش على الكونتور بتاع السن عشان ما يأثرش على الكونتور بتاع السن طيب المفروض لو انا عندي كلاس 3 اللي هي في الانتيريور اخش لها بكل ولا لينجوال السؤال ده بيجي كتير يعني اخش لها من جوه ولا اخش لها من بره لينجوال ابروتش لينجوال عشان نحافظ برضو على الشكل الجمالي او نسيب ريفليكشن للسن طبيعي شكل جمالي ما بنخشش بقى من الفيشل غير لو السن متدمر خالص لو السن متدمر خالص طيب في كلاس 3 الماتريكس بتكون ايه سيلولويد ماتريكس
اللي هي الميلر ستريب، اللي هي الميلر ستريب. تمام، ده اسم تاني ليه يا دكتور؟ السيلويد لا، الرفيعة خالص. الميلر دي ماسكة نفسها شوية، يعني هي شفاف بس ماسكة نفسها شوية، يعني زيها بس أقوى شوية يعني. تمام. طيب لو انا عندي كلاس 4 والبتاع، السؤال ده برضو بيجي كتير، يعني انا عندي الانسايزال متهدم، ايه الطرق اللي انا استعيد بيها الانسايزال؟ يعني انا هاجي احط الكومبوزيت هنا كده في الجزء ده، ما انا كل ما اجي احطه انا ما اعرفش هو طلع اكبر من السن ولا اقل من السن ولا قد السن ولا مش عارف يمسك نفسه اصلا، مش عارف يحمل على نفسه. فايه الطرق اللي تخليني اعمل ريست عشان اقدر احط الحته اللي مكسوره دي، لان ملهاش ريست، مفيش حاجه اسند عليها. يا اما بنحط السيلويد كراون عشان نستعيدها، يا اما بيعملوا حاجه كده من الباطي، بيحطوا باطي كده قبل يعملوا امبريشن، قبل ما يعملوا ويفضلوا زانقينه ويشكلوا السن عليه على الامبريشن اللي هو الباطي اللي هم حاطينه ده، اسمه الموكب، بيقولوا عليه الموكب. يا اما بقى دكتور محترف ويعملها بايديه ويشكلها بايديه، وده بياخد وقت اطول وعايز دكتور كويس يعني. طيب السيرفايكال كيرز اللي هو يا اما المشاكل او السيرفايكال ليجن، يا اما بتيجي بتسوس يا اما من غير تسوس. من غير تسوس زي ايه؟ زي الابفراكشن والابريجن والايروجن، دول بيحصلوا من غير تسوس بس بيحصل تهدم في سطح السن. طيب لو جه قال لنا في كلاس 1 و2 ولا كلاس 5، مين اللي فيهم الفرصة في الإصابة بالهايبر سنسيتيفيتي أكتر، 1 و2 ولا 5؟ مين اللي فيه فرصة الإصابة إن أنا ألمس مع العصب أول؟ 5 5، 5 لأن بيبقى قريب جدا من البالب اكسبوجر، بيبقى قريب جدا من البالب اكسبوجر، ففرصة إصابته أو فرصة إن هو يعمل مشكلة أو يعمل هايبر سنسيتيفيتي أو يعمل حساسية أكتر في الفايف، وبتكون أشد في الفايف. طيب كمان يا دكتور عشان قربه من السمنتم، وعشان قرب السمنتم برضه، بس المشكله بالبلب اكتر، يعني المشكله ان هو البلب في المنطقه دي بيبقى قريب منهم اكتر، يعني قريب من الكيرز اكتر. طيب لو هو التسوس لسه بادئ، وده خدوا بالكم السؤال ده بيجي كتير جدا، لو عندي كلاس 5 قال لك في مريض جالك عنده سيرفايكال سيرفايكال كيرز ولسه انسيبيانت، لسه يدق زي البطش البيضه بالظبط اللي بتظهر بعد، يعني كاركترستيك ليها اللي هي بعد ما الناس بتشيل، لو فيكم حد ركب قرص ولا حاجه هيلاقي اسنانه فيها بطش بيضه كده ناحيه السيرفايكال، هي دي الانسيبيان كير. ده بنعمل له ايه؟ يعني المفروض نعمل له ايه؟ او ايه اللي المفروض نعمله؟ ريمينراليزيشن. ريمينراليزيشن. خدوا بالكم يا جماعه من الحاجات دي عشان بيجيبوا فيها سيناريوهات كتير. لو لسه بيبتدي ريمينراليزيشن. طب لو بقى لسه بيبتدي بس اكتف شغال في شغل، يبقى بيعملوا له حاجه اسمها ايكون انفلتريشن. خلوا بالكم منها دي عشان مهمه، الايكون انفلتريشن. ايه بقى هي الايكون انفلتريشن دي؟ ان هم بيجيبوا سطح السن يقوموا عاملين له اتشنج، وبدل بقى ما يحفروا ويعملوا بقى مش عارف تحضيره وبير وكده، لا هو بيعمل اتشنج ليه وبيقوم حقنه بماده شبه الكومبوزيت كده، شبه الكومبوزيت، بيقولوا عليه الايكون انفلتريشن. الاتشنج هنا ده رابع نوع من انواع الاتشنج اللي انا كنت بقول لكم عليه. الاتشنج بتاع السن 37% فوسفوريك اسيد، الاتشنج بتاع الجلاس ايونومر 10% بولي اكريليك اسيد، الاتشنج بتاع العدسات او الفاريولينك او الفينير بيبقى 9% هيدروفلوريك اسيد، الاتشنج في الايكون انفلتريشن 15% هيدروكلوريك اسيد. وخلوا بالكم من انواع الاتشنج دي، او الاربع انواع بتوع الاتشنج، بيقوموا واكلين سطح السن كده بس صغير ويقوموا حقنينه كده شبه الفلوبل كومبوزيت شويه، يعني شبه الفلوبل كومبوزيت. طب بقى لو هو بقى انامل وكافيتيتد، يبقى كده نعمل له ايه؟ يعني لو بقى في الانامل بس في كافيتيشن، في حفره اتعملت، في حفره فعليا اتعملت، ريباريشن وريستوريشن. خلاص ده ريستوريشن. اول لما تشوفوا كلمه كافيتي خلاص، اول لما تشوف، خلوها قاعده كده معاكم يا جماعه، التسوس لسه بادئ او لسه انسيبيانت او لسه خامل، ده ريمينراليزيشن. التسوس شغال، اشتغل وعمل حفره، حفر في السن، ده ما ينفعش معايا غير ان انا احفره واحط حشوه مكانه عشان ما يفضلوش بس
يلخبطوا في الكلام يعني. طيب ايه الحاجات اللي احنا بنحطها في السيرفايكل؟ كانوا زمان ممكن يحطوا الجولد، طبعا دلوقتي مفيش حد بيحط حشوات ذهب، وكان ممكن يحطوا الامالجم، ولغايه دلوقتي ممكن يستخدم في كلاس 5، بس لو هو ورا في المولرز ممكن يتحط امالجم، ممكن يتحط جلاس ايونومر، وممكن يتحط ريزن موديفايد جلاس ايونومر، وممكن يتحط كومبوزيت. طيب لو التسوس نزل مني تحت اللثه بوصل له ازاي؟ يعني لو التسوس نزل مني يعني في كلاس 5 بس بقى مش موجود فوق، لا نزل سب جنج بل نزل تحت اللثه مني، نعمل ايه ولا نشوف؟ ممكن نفتح فلاب، ممكن نعمل انسيجن، ممكن رابر دام نفتح نفك بالكلامب بتاع الرابر دام، او نفك الجنج فاب بالرابر دام. الديب كيرز اللي هو التسوس العميق، احنا قلنا عندنا فيه اتنين تسوس، فيه تسوس بيبقى داخل فيه البكتيريا وداخل فيه التوكسينز، ده اللي هو المصاب الانفكتد، ده لازم يتشال. وفيه تسوس بيبقى وصلته التوكسينز، وصلته الاحماض او التوكسينز بتاعت البكتيريا، لكن ما وصلهوش البكتيريا نفسها، فده بنسيبه. وده السطح بتاعه بيكون برضه بيسالوا على لونه، بيكون لونه غامق والسطح بتاعه لامع شويه، فيه لمعه. لكن الانفكتد المصاب ده اجي اشيله بالاكسكافيتور كده الاقيه بيتقشر. طيب لو انا عندي كيرز، اسم الدنتين اللي بيتكون ايه كنتيجه الكيرز؟ السؤال ده برضو بيجي كتير. الترشري دنتين، امال مين هو السكندري دنتين؟ اللي بدون مؤثر، اللي بدون مؤثر كده مع مرور العمر كده بدون اي حاجه، هو السنه كده مزاجها كده ان هي تفضل تحط، ما فيش ولا تروما ولا كيرز ولا اي حاجه، هي كده هي ومزاجها تفضل تعمل وتعزل العصب من غير اي حاجه. دكتور طيب السكليروتيك دنتين ده ايه؟ ما هو السكليروتيك هو الترشري، هو الترشري هو ليه اسامي كتير يعني، ده من ضمن اساميه. طيب لما يجي يقول لك في الديب كيرز، برضو السؤال ده لسه جاي في امتحان قريب، فانهي سيكنس متبقي من الدنتين اتوقع ان في بلب انفولفمنت؟ يعني لما الجزء المتبقي بتاع من الدنتين يكون بقى اقل من قد ايه اتوقع ان في بلب انفولفمنت؟ لما يكون الباقي لا اقل بقى خالص في بلب انفولفمنت، يعني احنا خلاص احنا من 3/10 ل 8/10، لما يكون كده يبقى انا اتوقع بنسبه كبيره انا كده دخلت على ان البلب ابتدى يتاثر، سواء بقى ريفرسيبل او ايرريفرسيبل، بس المهم ان العصب اتصاب، العصب فيه اصابه. طيب البلب اكسبوجر بنتوقعه اكتر لما يكون في انفكتد دنتين ولا افكتد دنتين؟ يعني البلب اكسبوجر اتوقعه اكتر لما الاقي موجود معايا انفكتد ولا افكتد؟ انفكتد 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 انفكتد. طيب الطرق بقى اللي بنشوف بيها التسوس، خدوا بالكم الصبغه دي يا جماعه عشان برضو لازم يجيبوا كذا صبغه كده في الامتحان، وبيجي سؤال الصبغات يا اما يقول لك اللي بتشوف الاتاتش جينجيفا، يا اما يقول لك اللي بتشوف الكارسوجينيك سيلز، في كده حوالي مثلا 10 او 12 صبغه عندنا. فالصبغه اللي بنشوف بيها الكيرز او بتعمل الكيرز ديتكشن اللي هي اسمها البروبيلين جليكول بيس، البروبيلين جليكول بيس دي اللي بتشوف عشان اقدر احكم او اشوف التسوس او اقدر اشوف التسوس قبل ما ابتدي. طيب لو انا بقى عندي ديب كيرز وحصل بلب اكسبوجر، ايه الحلول اللي عندي؟ احنا قلناها شويه في الاندو بس خلينا نرجعها تاني نقولها تاني. لو انا عندي ديب كيرز وحصل بلب اكسبوجر، ايه الحلول اللي عندي؟ دايركت بلب كير. لو في خمس شروط موجوده دايركت بلب، لو في خمس شروط معايا اعمل دايركت بلب كابنج، لو اي شرط من الخمس شروط دول اختل يبقى هنعمل روب كانال تريتمنت. ايه بقى الخمس شروط؟ ان البلب يكون اتفتح تروماتيك مش كيرز، يعني مش التسوس هو اللي فتح العصب، لا ده
ده البير بتاعتي وانا شغال هي اللي فتحت العصب. ان السنه تكون اسيمتوماتيك مش سيمتوماتيك، السنه تكون غير مؤلمه مش تكون مؤلمه، ان الدم يقف بسهوله مش يفضل شغال ورا بعض، ان الفتحه تكون اقل من نص ملي ما تكونش اكبر من نص ملي، ان انا اكون وانا شغال، وخدوا بالكم الشرط ده عشان بيحطوه بخلاصه في وسط السيناريو، ان لازم عشان اقول ان انا اعمل دايركت بالب كامينج لازم اكون شغال برابر دام، لان لو انا مش شغال برابر دام يعني مليون في الميه دخل مني بكتيريا جوه العصب. طالما دخل بكتيريا جوه العصب خلاص الموضوع انتهى، الموضوع انتهى كده، والعصب ما بيصلحش نفسه، يعني العصب ما بيقدرش يصلح نفسه، خلاص دخلت فيه بكتيريا يعني الموضوع تطور والموضوع توجه او تطور او زاد او تنشط او زاد حصل له زياده. تمام، فاي كده الشروط الخمسه متوفرين. او برضو كمان عشان بيجوا في الاسئله، لو الكيرز او لو الفتحه اتفتحت من تروما ما ينفعش المريض يجي لي بعد 3 ايام. تمام، فالوقت مهم برضو، لازم ما يكونش عدى عليه وقت طويل، يعني ما ينفعش يقول لك عندك بلب اكسبوجر وصغير والدم واقف والسنه اسيمتوماتيك، بس هو جاي لك المريض بعد ما خد التروما بثلاث ايام وتقول له اعمل له دايركت بلب كابنج. لا، اي شرط بقى، دول كده مش خمسه دول سته، اي شرط من السته دول يختل يبقى كده مش هينفع نعمل دايركت بلب كابنج وهنتوجه للروب كانال تريتمنت. طيب لو ما عنديش بقى لو ما عنديش بلب اكسبوجر، ايه الحلول اللي عندي؟ يعني انا قربت شويه لكن ما فتحتش، ايه الحلول اللي عندي؟ اندايركت او في بقى طريقه ثانيه هنيجي نقولها كده، ان هم بيشيلوا التسوس جزئيا، حاجه اسمها بارشال كيرس ريموفال، ان هم بيشيلوا التسوس بس بصوره جزئيه مش بصوره كليه. طيب البلب كابنج، ايه المواد اللي عندنا؟ ايه المواد اللي عندنا اللي بتعمل بالب كابنج؟ كالسيوم هيدروكسيد والام تي اي. وخدوا بالكم يا جماعه، نظريا وكتب الهيئه لو جالكم في الامتحان، عشان الناس بتفضل تتخانق على النقطه دي، نظريا الام تي اي افضل. لو جالكم السؤال وجالكم الاختيارين، نظريا الام تي اي افضل بمليون، وايفيدنس في حاجه كده برضو يعني لو عرفنا ناخد عنها فكره في الاخر، في حاجه اسمها الايفيدنس بيس دنتستري، ان هم اي حاجه بيفضلوا عليها يعملوا عليها تجارب ويشوفوا التجارب دي هتؤدي لايه، فلقوا ان النجاح اكتر واعلى وافضل في الام تي اي مش في الكالسيوم هيدروكسيد. لكن عمليا طبعا ما فيش حد فينا بيستخدم الام تي اي، لكن هم عايزين كده، هم عايزين كلام الكتب او كلام المراجع، كلام المراجع الام تي اي افضل. تمام، الكالسيوم هيدروكسيد احنا بيبقى القلويه بتاعته 12.5، قلنا اي حاجه القلويه بتاعتها 12.5 يكون ايه ليها مستين على طول. Biocompatible. اي حاجه يكون القلويه عاليه، قلنا البكتيريا تحب تعيش في وسط حمضي، لما الحاجه نستخدمها قلويه عاليه تبقى هتموت البكتيريا، وزائد ان هي هتوفر البيئه المناسبه لانتاج الهارد تيشو، فبتعمل اندكشن للهارد تيشو اللي قلناها في الاندو. ايه الفرق بقى ما بين الدايركت بالب كابنج والاندايركت؟ الدايركت يعني فعليا في فتحه، فعليا في اتفتح، او فعليا في فتحه حصلت، في فتحه حصلت في العصب. الاندايركت يعني انا قربت من العصب لكن ما فتحتوش. بيقولوا عليه بنشوف حاجه اسمها البلب شادو، اللي هو الخيال الاحمر بتاع العصب، يعني مش بشوف العصب فعليا بذات نفسه، لا انا بشوف خياله الاحمر او ضوءه الاحمر، بنقول البلب شادو. طيب هيجي يقول لك ينفع نستخدم الكومبوزيت؟ برضو السؤال ده بيجي كتير، يعني لما نيجي نحط الحشوه احط جلاس ايونومر وبعد كده اقوم حاطط فيه، او احط قصدي كالسيوم هيدروكسيد وبعد كده اقوم حاطط فوقيه كومبوزيت؟ يعني احط كالسيوم هيدروكسيد وفوقيه كومبوزيت على طول؟ لا لانه هيسحبه، هيشده الكومبوزيت وهو بيحصل له بوليمرايزيشن شرينكج، هيشده ويخليه يسيب جاب، ويبقى احنا كده ما استفدناش اي حاجه. فلازم لو هنحط الكالسيوم هيدروكسيد نعزله او نعمل عازل ما بينهم، نحط بقى الجلاس ايونومر او اي حاجه.
طيب البالب كابنج مدته قد ايه يا جماعه؟ برضو السؤال ده بيجي كتير جدا. البالب كابنج أسبوعين. لا 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 لا، بيكون بيكون قد ايه يعني؟ بيقعد عبال ما يكون الطبقه العازله دي بيقعد قد ايه؟ احنا الاسبوعين دي بتاع العياده، كلام العياده، تعالى بعد اسبوعين وغير لك الحشوه، لكن مش ده الحقيقي، مش ده فعليا يعني. 6 ل 8 اسابيع، برضو السؤال ده بيجي كتير. بحط الفاينل ريستوريشن امتى؟ بعد 6 ل 8 اسابيع. بيتكون حاجه اسمها دينتين بريدج، بيقولوا عليها الدينتين بريدج، اللي هو الكوبري الدينتين او كوبري الدينتين اللي اتكون. الستيب بقى وايز اكسكافيشن، ان انا اشيل الكيرز مش مره واحده، لا اشيله على مره وبعد كده احط له جلاس ايونومر كده يحفزه ويعمل له شويه انتاج، وبعد كده اقوم جاي تاني واشيله في مره تانيه. بس يعني بتتعمل مش بتتعمل قوي يعني، ما لهاش لازمه قوي يعني. وفي بقى البارشال كيرز ريموفال، ان اشيل بس اجزاء من الدنتي، اجزاء من التسوس، واسيب بقيته يحصل له هو ريمينراليزيشن. برضو مش يعني مش الى حد ما مش افضل شيء. المانجمنت بتاع البادلي بروكن تيس، البادلي بروكن تيس اللي هي الاسنان المتدمره، الاسنان اللي متدمره دي بنعمل لها ايه؟ يا اما بنعمل لها دايركت ريستوريشن يعني سواء كومبوزيت امالجم اي حاجه، يا اما اندايركت بنعملها بره ونلزقها جوه السن. ممكن نحط الامالجم، الامالجم طبعا اقوى شيء واحسن شيء، لكن الاساتيك مش حلو. طب ايه الحاجات اللي بتقوي الامالجم؟ ممكن نحط دبابيس، ممكن نحط لوكس، ممكن نستخدم بنز اللي هي المسامير، ممكن نستخدم دعامات. الكاسب كابنج دي ان احنا واحنا بنحط الامالجم نخليه يطلع يركب فوق الكاسبات، يطلع يركب فوق الكاسبات، يطلع او يمشي فوق الكاسبات او يطلع فوق الكاسبات. الامالجم بنز اللي هي الدبابيس، وبرضه بيجي يسأل السؤال ده كتير، الدبابيس مفروض بتكون بعيدة عن الدنتينو ونامل جانكشن بمسافة قد ايه؟ 1.5 من 1 ل 1.5 مللي، بتبقى بعيدة عن الدنتينو ونامل جانكشن. برضه السؤال ده بيجي كتير، من 1 ل 1.5. طيب بتنزل قد ايه في الدنتين الدبابيس؟ يعني بتنزل قد ايه في الدنتين او بتخترق الدنتين قد ايه؟ برضه السؤال ده بيجي كتير. 2 مللي. لو هي اللي بيلف المسمار الثريدي يبقى مش محتاج طول كبير، فهينزل بس 2 مللي، لكن لو هي بلزق او باحتكاك فريكشن لا، محتاج ان انا اخد دعم كبير فهنزلها 3 مللي. وركزوا في النقطه دي جامد يا جماعه، لو هي بتلف او هي اللي هو الثريدي اللي عامل زي المسمار ده، شبه المسمار اللي بيلف، لا يبقى دي مش هنزلها كتير، لان ده بياخد ريتنشن جامد من اللفه بتاعته. لكن لو بينزل باحتكاك او بلزق لا، لازم ينزل مسافة أطول، فبينزل 3 مللي. طيب لازم يكون في قد إيه من الأمالجم فوق البنز أو فوق المسامير؟ يعني لازم يكون في قد إيه كمية قد إيه مغطية الأمالجم مغطية البنز من الأمالجم؟ 2 مللي برضو؟ 2 مللي برضو. أنا قلت لكم تقريبا يا جماعة، تبقى معظم الأرقام عندكم 3 2 مللي يعني، معظم الأرقام يعني. طيب المفروض ان البنز الحفرة بتاعتها بتبقى موازية لإيه؟ او البنز بتبقى موازية لإيه؟ يعني بعمل كده موازي لإيه وانا بحفر؟ للفلور؟ لا، بيبقى موازي للسطح الجانبي بتاع السن، للسطح الجانبي بتاع السن، بيبقى موازي لسطح السن الجانبي، مش الاكسترنال. الاكسترنال وول يعمل بيرفوريشن، يخرم السن.
طيب لو احنا بنحفر مسمار اتكسر اعمل ايه؟ يعني لو انا بحفر المكان بتاع المسمار اتكسر ايه اللي انا بايدي اعمله او ايه اللي انا ممكن اعمله؟ اسيب 2 مللي جنبه واحفر واحد تاني، اسيب 2 مللي جنبه واحفر واحد تاني. طب لو انا بحفر لقيت الحفره واسعه المسمار اجيب اكبر منه، اجيب اكبر منه او اعمل زي اللي بيعمل الشمسيه على الشط كده، اكبس امالجم حواليه، احط امالجم واكبسه حواليه. الريزن بوندد امالجم بقى اللي هو، بس طبعا حاجه مش مستخدمه قوي ان هو امالجم بيتلزق، يعني امالجم بنحط له كومبوزيت يلزقه، بس يعني مش الحاجه المستخدمه كتير يعني. بس كده يا جماعه احنا كده خلصنا الجزء بتاع النهارده. مهم جدا يا جماعه الجزء بتاع الادهيجن ده والحاجات الصغيره اللي علمت لكم عليها في الادهيجن، بيجيبوها والناس بتفضل تلوس عليها وبتفضل مش فاهمه الاسئله دي جايه منين. انا حاولت اعلم لكم على الحاجات اللي هي اللي بتيجي في الاسئله زي الفلوروزز والهايبو كلاسيفيكيشن والوقت الاقل والوقت الاطول والدنتين وبنعمل ازاي والحاجات دي وبنشيل ولا ما بنشيلش، هي الاسئله بتيجي في النقط دي. والريستوريشن تاني اكتر حاجه بتيجي بعد البروستو. الاوبريتيف تاني اكتر حاجه بتيجي في الاسئله وبيجي فيها كميه اسئله، او ساعات اصلا هم بيدخلوها تبع النسبه بتاعت البروستو، فخدوا بالكم منه. دول اكتر حاجتين لازم تركزوا عليهم جدا في المذاكره. في حد كده واقف قصاده اي حاجه يا جماعه؟ في حد كده واقف قصاده اي حاجه؟ لا تمام، شكرا يا دكتور. نشوفكم بكره ان شاء الله. شكرا يا دكتور. شدوا حيلكم بقى يا جماعه، شدوا حيلكم بقى وذاكروا كويس كده. شاء الله. الله تصبح على خير. مع السلامة. مع السلامة.